مع دخول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة شهدت أسعار الروبيان وسمك الهامور ارتفاع بنسبة 100%، وهو ما عبر عنه الجميع بأنه ارتفاع غير مبرر. سعود بن بجاد زار سوق السمك وجاب لنا هذا التقرير، نشوفه ونرجع من ثاني. تذمر أهالي منطقة الرياض بسبب ارتفاع الأسماك الغير مبرر له، والذي قد وصل ارتفاع الأسماك 100%، والحال ينطبق على الروبيان الذي وصل ارتفاع 80% خلال هذا الأسبوع، حيث تساءل المواطنين لماذا هذه الأسعار المبالغ بها بشكل كبير. نطلب من الدمام لنا فأشوف الفرق يتفاوت في السعر، يعني فرق 50% عن السعر اللي في الرياض. ما ندري ليش، يعني هل ما في رقابة عليهم، هل ما ندري السبب، ما أدري عن السبب صراحة. بس أنت تشوف السوق ما في أي أحد مسؤول عليهم، والنظافة ما هي بذيك النظافة اللي نتوقعها والمطلوبة من الناس. وانت عارف الإقبال أهل الرياض، يعني ما شاء الله اتركوا اللحم شوي واقبلوا على السمك والأشياء هذه، ولكن الأسعار شوي غالية عليهم. الزيادة فعلا ملحوظة، كان من قبل مو بهالقيمة، وارتفع الارتفاع أكثر من كلمة مضاعف، ارتفع شديد. عدسة الراصد تواجدت في قلب هذا السوق لتتعرف على أسباب هذا الارتفاع المفاجئ. والله عسان دخل موسم الشتاء، الصيادين يبيعوا الأسماك بأسعار غالية، ويجينا هنا غالي نبيع غالي على كده. هذا السعودية سمك دمام ججان جدة شرقية، هذا كله سمك ما يمشيوا برا بلطاني، سمك يجي سعر نقص. فأنا في اسم هذا السمك في يمشي شوية برا بلاد، عشان كده السمك شوية غالي سمك. ممكن أنت في سكر هذا سعودية سمك ما في له برا، سمك هنا رخيص موجود، هنا رخيص موجود. سعود بن بجاد لبرنامج الراصد الرياض. طيب، للحديث عن هذا الموضوع معي من المنطقة الشرقية رئيس جمعية الصيادين أخوي جعفر الصفواني. هلا أخوي جعفر، حياك الله. يا اهلا ومرحبا بكم. يا اهلا وسهلا بكم، يعطيك العافيه. عافاك الله. وش اللي صاير في السوق هاليومين؟ ليش الاسعار مرتفعه؟ ما تبغون تنزلون البحر ولا وش جايكم؟ ما ادري، بتعطيني وقت كم وقتي حتى اقدر اخذ راحتي في الحديث؟ خذ راحتك بالشيء اللي يقنع الناس. زين، بالنسبه الى الاسماك بطبيعه الحال هي عليها طلب زائد كثقافه موجوده. ايه، الناس اتجهت اليها من ناحيه الرجيم وهالشغلات هذه. ايه، أما في هاليومين هذه سبب الارتفاع بسبب طبيعي، أمر طبيعي، هذا كل سنة يحصل. إذا لما تكون الهواء مرتفع سرعة الرياح زائدة يمنع تحرك الطرادات الصغيرة من 25 عقدة ورايح، يمنع الطراد أن يدخل البحر. فالطراد هذا نسبة الصيد فيه على السواحل الشرقية أو الغربية على حسب سرعة الهواء، نسبة الصيد فيه 50% بشكل صيد يومي. هذا لما يوقف أمر طبيعي بيكون العرض أقل من الطلب، فبيرتفع السعر، خاصة لما يكون أكثر من عدة أيام، لما يكون يوم يومين مبلوعة، الواحد يقول والله ما نقص كثير. بس لما تزداد سرعة الرياح وتستمر لعدة أيام أكيد فقط اللنجات هي اللي بتجيب الأسماك، فبيكون السعر مرتفع. وهذه تروح وتجي مع الأيام. طيب، أمر طبيعي هذا. طيب، إذا تكلمنا عن هالوضع كم بيستمر تتوقع، بما أنك أنت يعني خبير فيها في 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 السمك وسوق السمك؟ هو ما يستمر كثير، إحنا ندعو الله أن تقل سرعة الرياح، إذا قلت سرعة الرياح فالجميع اتجه إلى البحر وصاد كثير. بس في الآن أسباب جديدة سببت أزمة للصياد نفسه. اللي هي؟ الأسباب الجديدة هي جهتين، اللي هو في بعض المواقع صارت ممنوع الاقتراب منها من قبل أرامكو وحرس الحدود. كان الأول الصياد يقدر يروح يصيد فيها، بس لما زادت المراقبة أي واحد يقترب من الأماكن الممنوعة هذه حرس الحدود يعطيه مخالفة، فالمخالفة تكون عالية جدا. أول مرة 5000، مرة ثانية 10، مرة ثالثة 15. في غرامات سجن على الصيادين أنفسهم. يعني ممكن تستمر الأسعار غالية. يقلل عدد الصيادين ويقلل عدد الأماكن الصيد، يعني كل ما كثرت يعني الأماكن اللي فيها صيد تمنع. أي، أكيد بيقل الصيد. يعني بيقل الصيد وبترتفع الأسعار حتى يعني الفترة الجاية.
لا احنا نتمنى ان تكون، بس لا لابد من حرس الحدود ارامكو ينظروا للمسافات الممنوعه، يعني يعطونا مساحه ان والله تعالوا تقربوا طيب. هل قد متر من الاماكن الممنوعه بدل ما يمنعوها بالكيلو بالكيلوين او بثلاثة كيلو. جعفر والله انتم تذكروني الحين بنفس شغل العقاريين، مهما يصير يقول لك والله السوق يرتفع، طيب انخفض السوق في العالم، قال لك لا والله السوق لازم يرتفع، فتصور انكم نفس الاعداد. قبل اسبوعين السعر منخفض بالنسبه للربيان، السعر لا زال منخفض ولا زال حد ارتفع حدود قريب ب 100 ريال للثلاجه، يعني السوبر جامبو سعر الثلاجه 2200 ل 2300، السعر العادي في حد الربيان الصغير والوسط اللي هو في حدود ال 400 الى ال 500، للوسط والكبير شويه من ال 700 الى قريب ال 1000. فهذه اسعار مناسبه جدا، وخاصه هالايام هذه الربيان مشحم على قولتنا بسبب البروده، بس لما يكون في هواء ممنوع دخول الطرات، انت تصور عدد هل قد 100 طراد او قريب ال 1000 طراد ممنوع يدخلوا. طيب ممنوع يدخلوا، فبيكون اكيد عليهم كميه كبيره، الواحد يصير مثلا حسب 10 ثلاجات. والله الثلاجة تقار فيها 32 كيلو، 350 كيلو، بتضربها في 1000 قارب بتطلع كم كمية كبيرة، هذه كلها ما تنزل السوق، فأكيد بيكون العرض أقل من الطلب فبيرتفع. وخاصة الصياد، في ملاحظة أن الصياد ما له دعوة بالسعر، السعر هذا يختص فيه سوق الجملة. صح. المفرش يعرض الربيان، يجوا الناس طيب. المسمين باليزافين يجوا يسوموا في السعر على الكميات، يرتفع وينزل. جعفر والله 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 شهيتنا السمك، يعني الاكل البحري طيب، بس نزلوا الاسعار، وحنا والله نشجع انه يعني كل الشباب اللي قاعدين يطلعون من البحر كل يوم الله يرزقهم ويوفقهم، احنا معهم، لكن نزول الاسعار واجب. هذه يعني اسباب، هذه اسباب حاليه سريعه، في اسباب بسبب اخذ جعفر يعني. جعفر اباخذ منك ترى أيوه. انا باخذ شكاوى الصيادين وبنجي نادي الصيادين يجونا يشرفونا هنا، ولا شرف في وجودكم، لكن انا هالمره بس بغيت اتكلم عن ارتفاع الاسعار، وباذن الله الفتره الجايه نبي نتشرف بجيتك هنا. اخوي جعفر الصفواني رئيس جمعيه الصيادين في المنطقه الشرقيه، شكرا جزيلا لك.